الأشجار المثمرة في تونس إحدى أبرز ركائز القطاع الفلاحي وأهم أعمدة التصدير، حيث تحتل الزيتون واللوزية والقوارص نسبة كبرى من المساحات الفلاحية في البلاد، إلا أن التغيرات المناخية أثرت في السنوات الأخيرة على منتجات هذه الأشجار المثمرة وبالتالي على التصدير، خاصة في قطاع القوارص التي باتت تتعرض إلى عدة إشكاليات. عندنا الافات مثل امراض تريستيزا، كما التدهور السريع، كما شنيا لو بوروج اللي قاعد يكثر، لي شامبينيون الموجودين بكثره، التدهور السريع يوصل الاشجار تموت وتقتلها، كيف كيف البوروج راهو يخلي الكعبه البرقدان ولا واحد معناتها الحاله نتاعها سيئه برشا. احنا في 2018 وصلنا عندنا 500 الف طن في ولايه نابل، احنا سنه نحكيو على 200 عامناه سنة 267 في الظرف اللي نعيش فيه. وفي الزيتون زاد راهو النقص معناتها في المياه هي زاد سبب من العوامل اللي تخلي تأثر على الشجرة وعلى الكاريتي. وبهدف حماية زراعة الأشجار المثمرة في المتوسط أطلق مشروع تونسي إيطالي في الغرض منذ 3 سنوات، مشروع يختتم اليوم ويرتكز على البحث العلمي الذي قد يمكن من التعرف على الأمراض والآفات التي قد تتعرض لها الأشجار المثمرة ومن إيجاد حلول لها من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين التونسي والإيطالي. المشروع هذا هو مشروع عابر للحدود بين الضفتي المتوسط بين تونس وإيطاليا، والمشروع هذا الهدف متاعه هو تبادل الخبرات بين الشركاء الإيطاليين والشركاء التونسيين لحماية القوارص والزيتين واللوز. بلاتفورم منصة تكنولوجية فيها دونك تجهيزات متطوره، والتجهيزات هذه دونك باش تخول لنا كونه ان نشخصوا امراض نباتات بصفه سريعه ودقيقه، ونتائج هذا التشخيص يخول دونك لمخبر البحث لايجاد حلول. ومشروع معناها تطبيقي بالاساس، الخطر النتائج هاته نتائج معناها الابحاث يعني ستطبق عند الفلاح. البحوث هذه صار فيها نوع نقل التكنولوجيا بين تونس وايطاليا فيما يخص يعني الحلول البديله، واللي هي تخص اساسا تقليص المبيدات الكيميائيه في الاستعمالات الفلاحيه، وتخص تنميه وتحسين انتاجيه الزراعات هذه القوارص والزيتين واللوزيات. وسيعمل هذا المشروع على حمايه وتعزيز الأمن الغذائي، كما سيمكن الفلاح من تطوير معارفه بخصوص أحدث البحوث حول مكافحة الآفات والأمراض من خلال تبادل للمعلومات بينه وبين الباحث، ما قد يؤدي إلى تطوير الإنتاجية وحماية المنتوج وديمومة الغراسات من الأشجار المثمرة.